السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم أعزائي الطلبة على الود والخير والبركة من جديد في درس جديد من دروس برنامج الماتلاب. سنتعلم في هذا الدرس أو نتعرف على مجموعة من دوال برنامج الماتلاب وكيفية تعامل هذه الدوال مع عناصر المتجهات والمصفوفات. سنقوم بالبداية بإدخال متجه وليكن اسمه V. أنا قمت بإدخاله مسبقا وقمت بخزنه في برنامج الماتلاب، وكذلك مصفوفة M أيضا قمت بإدخالها مسبقا. أولى هذه الدوال التي سنقوم بالتعرف عليها والتعرف على وظيفتها هي دالة size of V. كما قلنا سابقا في دروس سابقة أن دوال وأوامر برنامج الماتلاب تكتب بالحروف الصغيرة، ويستعمل مع الدوال الأقواس الهلالية كما تلاحظون على الشاشة. فعند النقر على مفتاح انتر سيكون الجواب 1.5. إذا دالة السايز تعطينا حجم تلك الكمية، حجم تلك الكمية أي عدد الصفوف التي تتألف منها تلك الكمية وعدد الأعمدة. فإذا تلاحظون المتجه V يتألف من صف واحد وخمسة أعمدة، ولهذا عندما طبقنا دالة size أي طلبنا من برنامج الماتلاب يعطينا حجم الكمية V، فكان الجواب 1.5 أي أنه متجه صف وخمسة أعمدة. لو قمنا بتطبيق هذه الدالة مرة أخرى لكن على المصفوفة M أي طلبنا من الماتلاب تحديد حجم تلك المصفوفة، فيكون الناتج 3 في 3 أي هذه المصفوفة M كما تلاحظون على الشاشة أنها مؤلفة من 3 صفوف و3 أعمدة. أقوم باستدعاء المتجه مرة أخرى V والمصفوفة M عند كل دالة أقوم بتطبيقها حتى تبقى أمامكم على الشاشة. الدالة الثانية هي دالة length of V. دالة length طول المتجه أو طول المصفوفة أي عدد الأعمدة التي يتألف منها المتجه أو المصفوفة. فعند النقر على مفتاح انتر بعد تطبيق أو طباعة الأمر length of V راح يعطيني الناتج 5، وكما تلاحظون أن المتجه V مؤلف من 5 أعمدة. وإذا قمت بتطبيق هذه الدالة لكن على المصفوفة M نتوقع أن يكون الناتج 3 لأن المصفوفة M تتألف من 3 أعمدة. إذا الدالة length تقوم بإعطاء أو إظهار عدد الأعمدة التي يتألف منها المتجه أو المصفوفة. CLC هو لتنظيف الشاشة. نقوم باستدعاء المتجه مرة أخرى والمتجه أو المصفوفة M. نقوم بتطبيق الدالة الثالثة وهي sum of V. sum of V أي تعطينا هذه الدالة مجموع عناصر المتجه V، مجموع عناصر المتجه V. فعند النقر على مفتاح انتر سيكون الناتج 18. فال18 هي ناتج جمع 3 زائد 6 ناقص 1 زائد 2 زائد 8. وإذا حاولنا تطبيق هذه الدالة مرة أخرى على المصفوفة M يكون الجواب 3 قيم. القيمة الأولى هي حاصل جمع عناصر العمود الأول، يعني 5 زائد 1 زائد 2 يكون الناتج 8. والقيمة الثانية -5 هي حاصل جمع عناصر العمود الثاني، -9 زائد 4 زائد 0. والاثنى عشر هو حاصل جمع العمود الثالث.
إذن من هنا نلاحظ أن جميع الدوال التي نقوم بتطبيقها على المصفوفات فإن هذه الدوال تتعامل مع الأعمدة فقط، تتعامل مع الأعمدة فقط كما لاحظنا في دالة اللينث والآن دالة الصم. ولكن إذا كان المطلوب هو إيجاد حاصل جمع عناصر المصفوفة كلها فنقوم بتطبيق الأمر الآتي. عند النقر على مفتاح انتر سيكون الناتج 15. لاحظوا أعزائي الطلبة، طبقنا دالة الصم مرتان. لاحظوا المرة الأولى أو الصم الداخلية sum of m تعطينا حاصل جمع عناصر كل عمود كما ظهر في الخطوة السابقة اللي هي 8 ناقص 5 و 12. أما الصم الخارجية فتقوم بإيجاد حاصل جمع نواتج حاصل جمع الأعمدة، يعني الصم الخارجية هذه ستقوم بإيجاد حاصل جمع العناصر الآتي 8 ناقص 5 زائدا 12، فيكون بالتالي هو المجموع 15 والذي يمثل مجموع عناصر المصفوفة ككل. أكرر، إذا طبقنا دالة الصم مرة واحدة على المصفوفة M فهذه الدالة تقوم بإيجاد حاصل جمع عناصر كل عمود على حدة كما لاحظنا في هذه النواتج. أما إذا طبقنا دالة الصم مرتان sum of m فإننا سنحصل في النهاية على حاصل جمع عناصر المصفوفة ككل، إذ يكون حاصل جمع عناصر أو حاصل جمع عناصر كل عمود من خلال تطبيق الدالة الداخلية sum of m، أما الدالة الخارجية فهي ناتج جمع النواتج. هذا باختصار دالة الصم وفائدتها. أيضا أقوم استدعاء المتجه V والمصفوفة M. Enter. الآن آتي إلى دالة أخرى من هذه الدوال هي sort of V. عند النقر على مفتاح Enter سنلاحظ ظهور النواتج الآتي أو الناتج الآتي ناقص 1 2 3 6 8. نلاحظ أنه عناصر هذا المتجه رتبت ترتيبا تصاعديا، أي من الأصغر إلى الأكبر بسبب استخدام الدالة sort. إذن وظيفة الدالة sort تقوم بترتيب عناصر المتجه ترتيبا تصاعديا، تقوم بترتيب عناصر المتجه ترتيبا تصاعديا أي من الأصغر إلى الأكبر. ولكن إذا طبقنا الدالة sort على المصفوفة M ننقر على مفتاح Enter، إذن هذه الدالة تقوم بترتيب عناصر كل عمود ترتيبا تصاعديا، تقوم بترتيب عناصر كل عمود ترتيبا تصاعديا. نلاحظ أنه العمود الأول 1 2 5 مرتب تصاعديا، العمود الثاني ناقص 9 0 4 مرتب ترتيبا تصاعديا، وكذلك الحال بالنسبة للعمود الأخير الثالث. كما قلنا أؤكد على هذه المعلومة أن جميع الدوال التي سنطبقها على المصفوفات هذه الدوال تتعامل فقط مع الأعمدة، تتعامل فقط مع الأعمدة. CLC أقوم باستدعاء المتجه مرة أخرى والمصفوفة M. نأخذ دالة أخرى mean of V. mean of V أنقر على مفتاح Enter يكون الناتج 3.6000.
دالة المين تعطينا معدل عناصر المتجه V، معدل عناصر المتجه V، أي أن عناصر المتجه V 3 + 6 + 1 + 2 + 8 مقسوما على عدد تلك العناصر وهي 5. إذن وظيفة الدالة مين هو إيجاد معدل عناصر المتجه. وإذا قمنا بتطبيق الدالة مين على المصفوفة M، سنلاحظ أن هذه الدالة تعطينا معدلات عناصر كل عمود على حدة. أكمل وإياكم أعزائي الطلبة الجزء الثاني من هذا الدرس في فقرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.